بالتاكيد قبل ساعات من مباراه القمه، لجنه الحكام واتحاد الكوره اعلن بشكل رسمي طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه، هو طاقم تحكيم سوليفاني. كريم، يمكن طاقم تحكيم بقياده تاسلافكو فينيكيتش، حكم ادار مباراه السعوديه والارجنتين في كاس العالم، طاقم تحكيم دولي، حتى الفار ماتي جوج برضه دولي من 2023، لكن حكم الساحه خبره، بيتكلم اكتر من 12 سنه حكم دولي. تعليقك على اختيار هذا طاقم التحكيم لهذه المباراه؟ يعني انا كنت معتقد ان اتحاد الكوره ربما يعتمد على الحكم البولندي اللي حكم مباراه الاهلي والزمالك الموسم الماضي، والاهلي وبيراميدز الاخيره، واللي حكم نهائي المونديال وحكم كويس جدا. وبصراحه قلت حتى ايه المشكله لما يجي المباراه الثالثه على التوالي، بس ربما يكون الظروف ما تسمحش، ربما يعني. لكن فينيشيتش حكم كويس، وحكم يعني ادار تقريبا 3 مباريات في دور المجموعات في المونديال، وحكم فوق انا يعني وانا بتفرج عليه حكم كويس، حكم جيد، ما عليهوش يعني لغط تحكيمي، ربما يكون عنده لغط في امور اخرى، لكن خارج الملعب خارج الملعب، لكن تحكيمين لا الراجل كويس، وعنده يعني مبارياته حتى كويسه، ربما بس هو لم يدير اي مباراه في النوك اوت في المونديال، هو حكم بس في دور المجموعات. بس احنا نتمنى المباراه تمشي بشكل طبيعي وشكل عادل، اللي احنا حابين نتكلم في فنيات الكره، بس نتمنى ان احنا ما يبقاش عندنا اي حاجه اخرى غير الفنيات، وكمان تبقى الفرقتين حاسين بالعدل وبالرضا. عشان كده كنت بصراحه كنت اتمنى جدا جدا والله محمد، حكم بولندي فعلا حكم ممتاز وشخصيته ممتازه جدا جدا في الملعب، وفكر اصلا ان انت بتلعب مباراه وانت عارف ان الحكم ده ادار فاينل مونديال ما بين الارجنتين وفرنسا ونجوم العالم كلها كانت بتنصاع لقراراته، مش هيخلي اي لعيب عنده اي مساحه، فاهم قصدي، ان هو يخش معاه في اي جدال، ولكن مفيش مشكله خلاص. يعني بما ان تم تعيين طاقم الحكام السلوفيني، نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى ان احنا نشوف مباراه ان شاء الله باذن الله عادله للجميع.